لا والله الشقة تمام 100 100. طب احنا هناخد الشقة دي شهر بقى نشوف أدامها علينا. وأنا تحت أمرك يا سعادة الباشا. الله يحفظك. بقول لك إيه؟ طيب امسك المفتاح ده وأنا هوصل مع الراجل الطيب ده ندي العقد ونيجي. ها؟ اتكل على الله. اتفضل يا بيه. اتفضل يا حاج مهند. وناوي تزرعها ايه؟ رز وبسله. ده على الغدا ان شاء الله؟ يعني ناكل لقمه مع بعض كده. اه. همتكم معانا يا رجاله. شاكرين يا اسطى. خدنا يا باشا. خدنا يا باشا. مهندسين بس لازم نتشرف البلد وترفع راسنا فوق. فاهمين؟ فاهمين يا استاذ. مين بكر؟ ايوه انا بكر. اسكت اسكت انت هتسيح يا اخوانا. اللي هيدفع الفلوس دلوك ويكتب اسمه يجي بعد اسبوع. فاهمين؟ فاهمين يا استاذ. اسال تاني مين بكر. لا انا خلاص عرفتك. اسمك ايه يا عويس؟ عويز مرزوق ابو كوع. افندم عليه وفخر ابو رجب. ايوه. لا انت تاخد كمان واحده عشان واحده مش هتحول. لا انت خليت ديك بق. حسن حسين. افندم. اسامه هاني. انا شاكك في اسمك. صابر رسلان. رجاله وصلنا الحدود الليبيه. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. ده الاخ سالم الليبي اللي هيدخلكم ليبيا. يا مرحبا يا مرحبا يا مراحل. اتفضلوا اتفضلوا يا مراحل. اهلا بكم نورتونا في الجماهيريه شرفتونا. يا مراحل يا مراحل. في ايه؟ الصهر ده مفتاح السودان باين. والنبي يا اخي سالم مش عاوزين نورط الناس. استنى استنى اهو مفتاح ليبيا اهو. يا رب يا ساتر. هو مفيش حد جوه ولا ايه؟ اصل انا عايش لوحدي. يا مراحب يا مراحب يا هلا. خش في رجلك اليمين يا عم. اقول لك نقلع الدزمه هنا ولا ندخل بيها دوه؟ تقلع ايه يا عم؟ هو انت داخل تستحمى؟ يا مراحب يا مراحب يا هلا يا هلا. سمي وانت داخل.
وطي وانت داخل. يا استاذ يا استاذ، والسلك ده ليه بقى؟ عشان الناموس. عمار يا ليبيا، نورين الجماهيرية. يا هلا يا هلا والله يا هلا. فاضل في مصر ثلاث انفار ولا ايه؟ حالك باهي حالك باهي. ليبيا ما احنا عارفين واحنا جاهلين. لا معاك استاذ اخويا يا متر. يا رجالي انا عايز العالدون نصبوا علينا ودونا السعوديه. اعزائي المشاهدين، النهارده من خلال برنامجنا هنكون بنقدم لحضراتكم صوره مشرفه لرجال الاعمال المصريين. هو معانا كام؟ 40,000. اللي انجبت طلعت هي ايضا اللي انجبت نسيم الرشيدي. ألف شكر. أهلا بحضرتك معانا يا فندم، ضيف عزيز في برنامج وجوه مشرف. أهلا بيكي وبكل شباب مصر. طبعا في البداية أستاذ نسيم هستغل وجودك معانا وبشكرك على حضورك طبعا، ونتعرف على حكاية حضرتك مع الصمود. حب الوطن، حب مصر، حب بلدك، حب مصر هتديلك كتير قوي من خيرها. وعلى رأي المثل، مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، حتى لوني أمحي لون نيلك يا مصر. الله يا ألف 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 شكر. وكل ما بحب مصر أكتر بفتكر الجملة اللي قالها الشاعر الزعيم الأستاذ مصطفى كامل: لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون اسكندرانيا. لا يا فندم، مصريا لوددت ان اكون مصريا. انا قلت ايه؟ اسكندرانيا. واسكندريه دي ايه؟ تبع ايه؟ تبع مصر صح؟ ما انا ممكن اقول لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون قليوبيه، ده قهليه بورسعيديه. المهم ان احنا ما خرجناش بره بلدنا. الله. زيتنا في ايديه. الله يا يا ابن النصابه، ده طلع جامد بجد. شكرا. من بدايه اللقاء وانا ملاحظه في ايد حضرتك اليمين في علامه، يعني لو الكاميرا تجيبها، علامه مميزه جدا يا فندم. يا ريت لو اعرف من حضرتك يعني ايه قصتها. والله العلامه دي لها قصه، بس قصه جميله جدا، وهي حرب اكتوبر العظيمه عام 1973. انا كنت من الشرفاء اللي حاربوا في هذه الحرب، وكنت مؤمن تماما وانا بدافع عن تراب هذا البلد. كنت ماسك الاربجيه في ايدي وشغال مش دريان بنفسي، بتفانى في حمايه تراب مصر. فجأة لقيت جندي إسرائيلي حقير عمال يقرب من ورايا. حسيت بيه، عملت نفسي مش شايفه، قرب مني، هوب دبل كيك، شقلطته قدامي. شقلطته؟ شقلطته، وقع قدامي يعني، هبش في دي. قعد يعض وأنا سايبه ملهي في العضة وأنا شغال بموت آلاف من الإسرائيليين. هو عايز يموتني طبعا لانه هو اسرائيلي حقير حقير حقير. انا اسرائيلي حقير حقير حقير. هل في اي اصابات اخرى؟ لو راجل بقى يقول العضه الثانيه فين. ما عنديش اي اصابات في جسمي غير في ايدي هذه العضه اللي انا بوريها الاساتذه المصورين، ممكن يصوروها، اللي عضها لي الاسرائيلي الحقير. واي حد احنا اللي عضينا على فكره. اصابات ثانيه ما تصدقوش. وانا بدعو كل الشباب اللي موجود معانا دلوقتي، مين فيكم يحب ان هو يتصور مع ايد البطل؟ يا فندم احنا مراقبين بيت خاله ليل نهار، وبنت خاله كمان. والنتيجه؟ والنتيجه. برافو يا باشا، انا كنت مستني سعادتك تقول لي النتيجه. ربنا هيكرمنا باذن الله، اصل سعادتك طيب. انت هتشحت عليا.
بره هذا بره بره وانت كمان بره برافو يا باشا يلا محسن انا عايز 50 مليون عشان حته الارض الاخرانيه اللي على النيل طبعا ورقها جاهز ومتسجل وانت ليك 10% شوف يا محسن كل مليون ليك فيهم 10% خليهم 15% ما تبقاش طماع اضغطي عليه شويه يا باشا انتوا اللي بتاخدوا الفلوس وتخلعوا احنا اللي بنتحبس ايوه بس انا اللي بخطط ولولا اللي زي ما كنتش كسبت ولا نكله كان زمانك عايش بالتلات اربع تلاف ملطوش اللي بتاخدهم من البنك كل اول شهر محسن 12.5% مش خساره فيك لولا امرني يا باشا البرنامج النهارده فيه ايه ندوه الشباب وبعدها على طول الافتتاح لبس الشباب جاهز طبعا جوه يا باشا شوفي محسن بيبي حب ايه احنا لازم نغب غبه جامده يا معلم طبعا كل ما نبقى في النقنقه العمليه تبقى في السقسقه طبعا انت فاهم حاجه ولا كلمه امال ايه طبعا طبعا اللي انت عمال تقولها زي ما تكون فاهم حود انا شارب سيجاره مبوظاني ومحتاج اي سكريات ربنا سكريات ده انت محتاج جلوكوز مش سكريات اترزق هنا وما تتحركش عبال ما اجيب لك اي حاجه تفصل النيله اللي انت ضربه ده ما تتحركش شفت المزه اللي هناك دي فين قبل كده هو ما اشوف مين دي ولا بلاش بس ليه لا ما ممكن تطلع خالتك هذا جعفر ومين اللي معاها ده اكيد جوز خالتي بس جوز خالتي مش متجوز هو ما اشوف مين دي رايح فين يا مصطوحه تودينا في داهيه انا بشبه على حضرتك انت مين انا ملم تبرعات المستشفى الطب ده الغساب بتاع الكلب ايه ده الغساب الحرامي الحرامي ده بتاع الكلب امسك الجلد ده ونضف ده اخلع انت اوعى بسرعه يا عطول اجري وراهم بسرعه تعالي معانا هتبني قاعده مع الشباب ونعمل شباب Thank you.
البانجو اللي انت بتضربه ده لازم تبطله يا جعفر. خلاص هبطل بانجو واشرب حشيش. يعني هو الحشيش ده فوار؟ ما هو مخدرات برضه. تبطل كل حاجه. طبعا طبعا. وكلمه طبعا دي كمان تبطلها، انا بتشائم منها. خلاص هبطلها واشرب بانجو. الله يخرب بيت ايامك يا جعفر، كل العمر ده معايا وما اتعلمتش حاجه. يا ابني انت شغلانتنا دي عايزه ناس مصحصحه. ما انا لو صحيت يا حوده مش هعمل اللي بعمله ده، انا عايز انسى. تاني هنرجع للموال بتاع التوبه ده؟ يا ابني انت مش حاولنا نتوب ونشتغل؟ لقينا نفسنا بنقبض ملاليم وكنا هنتبهدل بهدله سوده. ما تفكرنيش. عندك حق. يا سلام عليك في الاقناع يا حوده. تصدق انت حليت النصب في عينيا. اصل بص يا جعفر، لا يصح الا الصحيح. ربنا يخليك لي يا حوده. فعلا الصديق قبل الطريق. احنا نقوم نحضن بعض على الجملتين دول والنبي. طب يا حوده. ظاهر ان احنا جينا في وقت مش مناسب. لاحظ ان كلامك جارح. هاتهم. تعال بقى، انتوا طلعتوا كده؟ انتوا فهمتونا غلط، احنا مش كده خالص. يا سلام، مش كده خالص. امال ايه اللي انا شفته ده؟ خدنا اخا وعادي. خدنا اخا وعادي. امال حطيته ليه؟ ها شكله مش هقدر. لا الكائن ده بص بقى، احنا نتفاهم احسن. بالراحه بالراحه من غير ما ايد. خد وقتك بقى. هو عنده ارتجاج في المخ ولازم نعمل له اشعه مقطعيه ويدخل عنايه مركزه. المهم نطمن عليه يا دكتور.